سيد الرئيس فصيلة دبابات زائد سريه اقتحام من الكتيبه 1421 حرس الكوري في حال اجتماع بعد الانتهاء من تنفيذ مهمه تحرير مدينه جسرين الرائد باسل غش قائد الكتيبه. مجموع استعارة يعطيك العافيه. مبروك. مبروك. بالدم نفديك يا بشار. بالروح 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 بالدم نفديك يا بشار. اول شيء مبروك. مبروك لنا كسوريين. مبروك لكم. مبروك لكل شخص. مبروك لكل شخص وطني ينتمي لهذا الوطن بصدق. نحن كلنا فخورين فيكم، فخورين بكل فرد، فخورين بكل بطل من هالابطال. يمكن بالنسبه لكم خلال ايام ماضيه نحن متابعه كنا يعني كل مو بس كل حاره بحارتها، كل بنايه ببنايتها احيانا، سواء على الخريطه او على الهاتف، وحابين طبعا اذا تشوف شيء اشياء على الارض. كنا عم نتابع وبالنسبه لكم يمكن المعركه كانت هي هالحاره وهالشارع وهالبنايه. لكن عمليا انتم اليوم موجودين بجسرين وحررتوا جسرين، ان شاء الله بعدها كفر بطنا السقف يمكن عم يدخل الجيش عليها وباقي المناطق دخل. لكن الحقيقه ما هي معركه جسرين، لا هي معركه دوما، ولا هي معركه النشابيه من قبل اللي خطوها بكل بطوله، ولا هي معركه الغوطه، ولا معركه دمشق. واهالي دمشق اليوم يعني اكثر من ممنونين لكم، راح يذكروا هالشيء لعشرات السنين وربما لاجيال يقعن لاولادهم كيف انقذتوا مدينه دمشق. لكن المعركه ايضا اكبر من سوريا، انتم اليوم عم تخوضوا معركه العالم، الصراع العالمي. كل رصاصه كنتم عم تطلقوها لتضربوا ارهابي او لتقضوا على ارهابي كنتم عم تغيروا النظام بالعالم. صحيح. كل سائق دبابه كان عم يتقدم متر للامام كان عم يغير الخريطه السياسيه للعالم. فحبينا نكون معكم لانه مهما فرحنا اللي قاعد على الخريطه مو مثل اللي قاعد بالميدان. اذا ما شفنا الميدان وقعدنا معكم ما بنحس اولا طعمه النصر ولا بالانجاز ولا بنحس بالكرامه الحقيقيه اللي بناخذها منكم والمعنويات اللي بناخذها منكم. الله يطول بعمرك. نسلم عليكم بس نشوف. الله يديمك. سيدي الطريق الرقيب اول من تطوع ابراهيم عصون من محافظه الرقصة. اهلا وسهلا فيك. كل سوريا معناتك كل الناس. سيدي وانا سيدي ووالدي مسجون جوا بسجن الطوبه واصريت اني قاتل بالغوطه سيدي الغوطه السر والدك بالروح بالدم نفديك يا بشار. بالروح بالدم نفديك يا بشار. بالروح بالدم نفديك يا بشار. بالروح بالدم نفديك. Let me go.
بشار بالروح بالدم نفديك يا 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 بشار